بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، ثم ما بعد، فما زلنا في شرح كتاب فتح الإعلام، شرح عمدة الأحكام. وقفنا عند باب صلاة الخوف، الحديث 49 بعد 100، عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف في بعض أيامه التي لقى فيها العدو، فصلى بالذين معه ركعة ثم ذهبوا، وجاء الآخرون فصلى بهم ركعة، وقضت الطائفتان ركعة ركعة. عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف في بعض أيامه التي لقى فيها العدو، فصلى بالذين معه ركعة، يعني انقسم الجيش لنصفين، نصف صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم انصرف أو صلى ركعة، والنبي صلى الله عليه وسلم ظل جالسا، وثم أتى القسم الثاني فصلى مع النبي صلى الله عليه وسلم ركعة ثانية، والنبي صلى الله عليه وسلم ثم أتوا بركعة يعني ثانية. وصلاة الخوف لها هيئات يعني كثيرة بحسب اتجاه العدو، يعني قد يكون العدو في اتجاه القبلة، وقد يكون في غير اتجاه القبلة، قد يكون الأمر التحام يعني بين جيشين، أو مناهضة حصن، أو صلاة الطالب والمطلوب، يعني واحد بيجري واحد بيجري وراء سواء هو طالب أو مطلوب، فقد تكون بالإيماء وفرادة فلها هيئات كثيرة كما سنبين. قول باب صلاة الخوف، قال الخطابي: صلاة الخوف أنواع صلاها النبي صلى الله عليه وسلم في أيام مختلفة وأشكال متباينة، يتحرى في حكمها ما هو أحوط للصلاة وأبلغ في الحراسة، فهي على اختلاف صورها متفقة المعنى. ثم مذهب العلماء كافة أن صلاة الخوف مشروع اليوم كما كانت، إلا أبا يوسف، بعض الأخطاء الإخوة يصلحوها، في كما كانت إلا أبا يوسف والمزني، فقال لا تشرع بعد النبي صلى الله عليه وسلم لقوله تعالى: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة. ولكن مثل هذا الخطاب، وإن كان يعني خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، فهو خطاب لكل إمام ولكل قائد يعني جيش، إن هو يمتثل بهذا الخطاب. كما تأول بعضهم: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. فرفضوا أن يؤدوا الزكاة لأحد بعد النبي صلى الله عليه وسلم، لأن قالوا إن هذا كان خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، وهو يعطينا مكان الزكاة، كان يدعو لنا: تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم. والصلاة معناها الدعاء، يعني وادعو لهم. ولا شك أن الخطاب كان للنبي صلى الله عليه وسلم، ولكن أيضا لكل من يلي أمر المسلمين بعد النبي صلى الله عليه وسلم. فكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتته زكاة يقال له: هذه زكاة بني فلان، يقول: اللهم صل على بني فلان. وأيضا يستحب الإمام أن يدعو لمن يدفع الزكاة أو الصدقة. فالخطاب وإن كان موجه للنبي صلى الله عليه وسلم، ولكن هو أيضا خطاب للأئمة من بعده. واحتج الجمهور بأن الصحابة لم يزالوا على فعلها بعد النبي صلى الله عليه وسلم، إن هذا لم يكن خاصا به صلى الله عليه وسلم، ولذلك يعني في عصر الخلفاء ومن بعدهم كانوا يصلون صلاة الخوف، وليس المراد بالآية تخصيصه صلى الله عليه وسلم. يعني في هناك أدلة تدل على أن الحكم خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، كما قال تعالى: وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين. فالنبي صلى الله عليه وسلم وحده هو الذي يتزوج بلفظ الهبة، إن واحدة تقول له: زوجتك نفسي، فيقول: قبلت، فيتزوجها بلفظ الهبة، لا يحتاج إلى ولي، لأنه أولى بالمؤمنين من أنفسهم، فهو أولى بها من وليها، من أبيها ومن أخيها، وأيضا لا يحتاج إلى لفظ النكاح أو الزواج، ولكن يتزوج بلفظ الهبة لقوله عز وجل: خالصة لك من دون المؤمنين. يقول: ليس المراد بالآية تخصيص صلى الله عليه وسلم، وقد ثبت قوله صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتوني أصلي. هذا حكم عام، يعني سواء كان صلاة الخمس أو صلاة الخوف أو الاستسقاء أو الكسوف. قال الصنعاني: قال ابن بزيزة: اتفق أهل العلم بالآثار
على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يصلي صلاة الخوف حتى نزل قوله تعالى وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة، فلما نزلت صلاها صلى الله عليه وسلم، وهذه الآية نزلت بعسفان سنة 6 بعد رمضان حين هم المشركون أن يثبوا على النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة العصر، فنزل جبريل عليه السلام بهذه الآية. طبعا سنة 6 كان فيها إيه؟ سنة 6 كان فيها صلح الحديبية. يقول فنزل جبريل بهذه الآية بين الظهر والعصر، فصلى النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف، أخرجه أحمد وأصحاب السنن وابن حبان. عن أبي عياش الزرقي وقيل غير ذلك. قال الحافظ ما ملخصه؟ قوله فقام كل واحد منهم فركع لنفسه. لم تختلف الطرق عن ابن عمر في هذا، وظاهره أنهم أتموا لأنفسهم في حالة واحدة، ويحتمل أنهم أتموا على التعاقب وهو الراجح، يعني كما ذكرنا أنه هو النبي صلى الله عليه وسلم صلى ركعة وجلس، والطائفة الأولى أتوا بالركعة الثانية بالنسبة لهم، ثم النبي صلى الله عليه وسلم قام وذهب، وأتى الطائفة الأخرى فالنبي صلى الله عليه وسلم قام يصلي الركعة الثانية فأتموا به، فكانت ركعة ثانية للنبي صلى الله عليه وسلم، ولهم الركعة الأولى الطائفة الثانية، ثم أتموا الركعة الثانية بعد ذلك. يقول وظاهروا أنهم أتموا لأنفسهم في حالة واحدة، ويحتمل أنهم أتموا على التعاقب وهو الراجح من حيث المعنى، وإلا فيستلزم تضييع الحراسة المطلوبة. المطلوب الحراسة، يعني أنه هو مش كل الناس تبقى في الصلاة، طائفة بتصلي وطائفة تحرس، ثم التي كانت تصلي تحرس والتي كانت تحرس تصلي. يقول رواه أبو داود من حديث ابن مسعود ولفظه ثم سلم فقام هؤلاء يعني الطائفة الثانية فقضوا أنفسهم، قضوا لأنفسهم ركعة ثم سلموا ثم ذهب وراجع أولئك إلى مقامهم فقضوا لأنفسهم ركعة ثم سلموا. فهي بهذه الصيغة يبقى إيه؟ يبقى النبي صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين متتاليتين، أنه صلى ركعة وصلت معها طائفة ثم تركت الإيه؟ المكان وذهبت للحراس، وأتت الطائفة الثانية صلت مع النبي صلى الله عليه وسلم ركعة ثانية، فالنبي صلى الله عليه وسلم سلم وهم أتوا بالركعة الثانية بالطائفة الثانية ركعتين متتاليتين، وبعدما انتهوا الطائفة الثانية أتت الأولى فأكملت إيه ركعة، أو صلوا ركعة أكملوا الإيه ركعتين. وظاهره أن الطائفة الثانية والت بين ركعتين ثم أتمت الطائفة الأولى بعدها. وقع في الرافعي تبع لغيره من كتب الفقه أن في حديث ابن عمر هذا أن الطائفة الثانية تأخرت وجاءت الطائفة الأولى فأتموا ركعة ثم تأخروا وعادت الطائفة الثانية فأتموا، ولم نقف على ذلك في شيء من الطرق بهذه الكيفية، وهذه الكيفية أخذ الحنفي. يبقى كأنه رجح الصيغة الأولى التي ذكرناها أن الطائفة الثانية ولد بين ركعتين، الطائفة الأولى صلت ركعة وذهبت تحرس ثم لما أتمت الطائفة الثانية صلوا ركعة، والنبي صلى الله عليه وسلم ولى بين الركعتين. استدل به على عظم أمر الجماعة، يعني كان يمكن أن يقال يصلى فرادا يعني العذر الخوف، ودي من أدلة وجوب الجماعة، يعني أنها لم تسقط يعني حتى في الخوف عند ملاقاه العدو. واستدل به على عظم أمر الجماعة بل على ترجيح القول بوجوبها، وطبعا هي واجبة وجوبا يعني عينيا مش وجوب كفاية، لو كان وجوب كفاية يبقى ما دام المسجد في ناس بتصلي يبقى مش شرط الناس كلها تصلي، الناس تصلي في بيتها، ولكن الصحيح يعني أنها واجبة وجوبا عينين لأدلة كثيرة، واركعوا مع الراكعين صلاة الخوف، وأيضا الأدلة كثيرة في السنة. نفس السلام قال لولا ما في البيوت من النساء والذرية لهممت أن أمر بالصلاة فيقام لها، ثم أمر رجل فيأم الناس، ثم أخالف إلى رجال يصلون في بيوتهم فأحرق عليهم بيوتهم ما هم بمسلمين ما هم بمسلمين. وقصة عبد الله بن أم مكتوم لما اشتكى النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة كثيرة السباع ولا يجد قائدا دائما يعني يقوده إلى المسجد، وطلب منه أن يرخص له أن يصلي في بيته، قال تسمع نداء؟ قال نعم. قال لا أجد لك رخص. يقول استدل به على عظم أمر الجماعة بل على ترجيح القول بوجوبها لارتكاب أمور كثيرة لا تفتقر في غيرها، ولو صلى كل امرئ منفردا لم يقع الاحتياج إلى معظم ذلك. هذه الحركة الكثيرة، طائفة تصلي وإن تذهب وإن تأتي تكمل،
يعني فده يدل على وجوب الايه الجماعة. وقد ورد في كيفية صلاة الخوف صفات كثيرة، ورجح ابن عبد البر هذه الكيفية الوريدة في حديث عمر على غيرها لقوة الإسناد ولموافقة الأصول في أن المأموم لا يتم صلاته قبل سلام إمامه. وعن أحمد يعني قال ثبت في صلاة الخوف 6 أحاديث أو 7 أيهما فعل المرء جاز، ومال إلى ترجيح حديث سهل بن أبي حثمة الآتي في المغازي، وكذا رجحه الشافعي، ولم يختر إسحاق شيئا على شيء، وبه قال الطبري. وقال غير واحد منهم ابن المنذر وسرد 8 أوجه، وكذا ابن حبان في صحيحه، وزاد 9، وقال ابن حزم صح فيها 14 وجها وبينها في جزء مفرد. وقال ابن العربي في القبس جاء فيها روايات كثيرة أصحها 16 رواية مختلفة ولم يبينها. وقال النووي نحوه في شرح مسلم ولم يبينها أيضا، وقد بينها شيخنا الحافظ أبو الفضل في شرح الترمذي. وزاد وجها آخر فصلت 17 وجها لكن يمكن أن تتداخل. قال صاحب الهدى اللي هو ابن القيم وصولها 6 صفات وبلغها بعضهم أكثر، وهؤلاء كلما رأوا اختلاف الرواة في قصة جعلوا ذلك وجها من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هو من اختلاف الرواة، وهذا هو المعتمد، وعليه إشارة أشار شيخنا بقوله يمكن تداخلها. الحديث 50 بعد 100 عن يزيد بن رمان عن صالح بن خوات ابن جبير عمن صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة ذات الرقاع صلاة الخوف. طبعا كلمة عمن صلى مع رسول يعني اشار انه صحابي، وطبعا يعني جهالة عين الصحابي لا تضر لان الصحابة كلهم عدول. عمن صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة ذات الرقاع صلاة الخوف، ان طائفة صفت معه، وطائفة وجاه العدو يعني للحراسة، يعني طائفة بتصلي والتانيين بيحرصوهم وفي اتجاه العدو. فصلى بالذين معه ركعة ثم ثبت قائما، كأنه صلى ركعة وقام يأتي بركعة الثانية وفضل قائم، فأتموا لأنفسهم ثم انصرفوا. احنا قلنا المرة اللي فاتت ان النبي صلى الله عليه وسلم ولا بين ركعتين والطائفة الثانية ولا بين ركعتين، ولكن هذا وجه آخر لما يكون العدو في اتجاه القبلة، طائفة صفت معه وطائفة وجاه العدو، فصلى بالذين معه ركعة ثم ثبت قائما فأتموا لأنفسهم ثم انصرفوا وجاه العدو، وجاءت الطائفة الأخرى فصلى بهم ركعة التي بقيت ثم ثبت جالسا وأتموا لأنفسهم ثم سلم بهم. يعني كأن الايه يعني كأن التانية لما وقفت للركعة التانية فضلت واقفة للحراسة، والطائفة الأولى ركعت وسجدت ثم ما سلم سلم بالإيه بالطائفتين ثم سلم بهم يعني جميعا. نقرأ الحديث مرة ثانية. عن يزيد بن رمان عن صالح بن خوات بن جبير عمن صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات صلاة ذات الرقاع صلاة الخوف، أن طائفة صفت معه وطائفة وجاه العدو، فصلى بالذين معه ركعة ثم ثبت قائما يعني في بداية الركعة الثانية، فأتموا لأنفسهم، فضل واقف لحد ما الطائفة الأولى أتموا لأنفسهم، يبدو أنه ظلوا جلود، ثم انصرفوا فصفوا وجاه العدو، وجاءت الطائفة الأخرى فصلى بهم الركعة التي بقيت ثم ثبت جالسا وأتموا لأنفسهم ثم يعني سلم يعني بهم. يعني يبدو أن سلم الطائفة الثانية، أنه فضل جالس لحد ما الطائفة الثانية يعني أتمت وسلم بهم. يقول رجل الذي صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم هو سهل بن أبي حثمة، ده الذي لم يذكر هنا في ترجمته، سهل بن أبي حثمة أنصاري خزرجي مدني، كنيته أبو عبد الرحمن، بايع تحت الشجرة وكان دليل النبي صلى الله عليه وسلم إلى أحد، روى له 25 حديثا، توفي في أول أيام معاوية رضي الله عنه. قول ذات الرقاع قال نويه هي غزوة معروفة كانت 5 من الهجرة بأرض غطفان من نجد، سمي ذات الرقاع لأن أقدام المسلمين نقبت من الحفاء فلفوا عليها الخرق، هذا هو الصحيح في سبب تسميتها.
وقد ثبت هذا في صحيح عن أبي موسى الأشعري، وقيل سميت لجبل هناك يقال له الرقاع لأن فيه بياضا وحمرة وسوادا كأنه مرقع، يعني الجبل كأنه فيه رقع. وقيل سميت بشجرة هناك يقال لها ذات الرقاع. طبعا القول الأول هو الأرجح، أنهم كانوا يلفون الخرق يعني على أقدامهم لأن كانت تنتقب أقدامهم من شدة كثرة المشي. وقيل سميت بشجرة هناك يقال لها ذات الرقاع، وقيل لأن النبي صلى الله عليه وسلم لأن المسلمين رقعوا راياتهم، ويحتمل أن يكون هذه الأمور كلها وجدت فيها وشرعت صلاة الخوف في غزوة الرقاع، وقيل في غزوة بني النضير. قول أن طائفة صفت معه يقول هكذا هو في أكثر النسخ، وفي بعضها صلت معه، وهما صحيحان. وقول وطائفة وجاه العدو بكسر الواو وضمها، وجاه أو وجاه، يقال وجاهه واتجاهه أي قبالته، والطائفة الفرقة، والقطعة من الشيء تقع القليل والكثير. لكن قال الشافعي أكره أن تكون الطائفة في صلاة الخوف أقل من ثلاثة، فينبغي أن تكون الطائفة التي مع الإمام ثلاثة فأكثر، والذين في وجه العدو كذلك. وسئل بقول الله تعالى وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم إلى آخر الآية، فعاد على كل طائفة ضمير الجمع أقل الجمع ثلاثة على المشهور. قال ابن الملقن هذا الحديث مختار الشافعي، يعني اختار الشافعي في صلاة الخوف، ومالك وأبي ثور وغيرهم في صلاة الخوف إذا كان عدو في غير جهة القبلة، ومقتضى أن الإمام ينتظر الطائفة الثانية قائما في الثانية، وهذه في الصلاة الثنائية مقصورة كانت أو بأصل الشرع هي صلاة الصبح. فأما الرباعية فهل ينتظرها قائما في الثالثة أو قبل قيامين؟ طبعا هذا الكلام غريب لأن الرباعية بتقصر، يعني في صلاة رباعية في السفر يعني. يقول فأما الرباعية فهل ينتظرها قائما في الثالثة أو قبل قيامه، في اختلاف الأصحابين والمالكية أيضا. وإذا قيل بأنه ينتظرها قبل قيامه فهل تفرق الطائفة الأولى قبل تشهده عند رفع رأسه من السجود أو بعد التشهد؟ ومقتضى الحديث أيضا أن الطائفة الأولى تتم لأنفسها مع بقاء صلاة الإمام، وفي مخالفة الأصول في غير هذه الصلاة، لكن فيها ترجيح من جهة المعنى أنها إذا قضت وتوجهت إلى نحو العدو وتوجهت فارغة من الشغل بالصلاة توفر مقصود صلاة الخوف وهو الحراسة. يقول على الصفة التي اختارها أبو حنيفة تتوجه الطائفة للحراسة مع كونها في صلاة فلا يتوفر المقصود من الحراسة. ومقتضى الحديث أيضا أن الطائفة الثانية تتم لنفسها قبل فراغ الإمام، وفيه ما كان في الأول دخلها في الأصول، يعني أن المأموم يسلم قبل الإيه؟ قبل الإمام، ولكن ضرورة الحراسة والحرب يعني اقتضى ذلك. ومقتضى أيضا أنه يثبت حتى تتم لنفسها ويسلم بهم، وهذا اختيار الشافعي وقول في مذهب مالك، ثم ظاهر مذهب مالك أن الإمام يسلم وتقضي الثانية بعد سلامه. الحديث 51 ده آخر حديث في صلاة الخوف، ونقف عند في الصلاة عموما نقف عند كتاب الجنائز. الحديث 51 بعد 100 عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما قال شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف، فصففنا صفين خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم والعدو بيننا وبين القبلة، يعني اللي قبل كده كان خلاف في اتجاه القبلة هنا بينه وبين القبلة، فكانوا صفين خلف النبي صلى الله عليه وسلم والعدو في اتجاه القبلة. فكبر النبي صلى الله عليه وسلم وكبرنا جميعا، يعني الطائفتان صفين، ثم ركع وركعنا جميعا، ثم رفع رأسه من الركوع ورفعنا جميعا، ثم انحدر بالسجود والصف الذي يليه. فبالنسبة للقيام والركوع والرفع الصفين قاموا قرأوا أو تابعوا في القراءة، والركوع والرفع لما جاء يهوي للسجود فسجد معه الصف الذي يليه، وقام الصف المؤخر في العدو، فضل واقف للحراسة والعدو في اتجاه الخبل. فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم السجود وقام الصف الذي يليه انحدر الصف المؤخر بالسجود وقاموا، ثم تقدم الصف المؤخر وتأخر الصف المقدم، ثم ركع النبي صلى الله عليه وسلم وركعنا جميعا، ثم رفع رأسه من الركوع فرفعنا جميعا، ثم انحدر
بالسجود والصف الذي يليه الذي كان مؤخرا في الركعة الأولى. يعني حصل أنه مش الكل بيسجد في وقت واحد, يعني هو ركع بهم جميعا ورفع بهم جميعا, ثم لما أراد أن يسجد سجد معه الصف المقدم ثم رفع, فالصف المؤخر ركع وسجد. في الركعة الثانية أيضا قرأ وركع بهم جميعا ورفع بهم جميعا, ثم انحضر السجود فسجد معه الصف المؤخر الذي كان مؤخرا في الركعة الأولى, فقام الصف المؤخر في نحر العدو. فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم السجود والصف الذي يليه انحضر الصف المؤخر بالسجود فسجدوا, ثم سلم النبي صلى الله عليه وسلم وسلمنا جميعا. قال جابر كما يصنع حرسكم هؤلاء بأمرائهم, ذكره مسلم بتمامه إن هو حرسة الأمراء. يبدو إن في العصور الأولى في الإسلام يعني كان الأمراء بيجعلون لهم حراسة ويصلوا مع الناس, ولكن يعني ما بيركعوش ويسجدوا كلهم, يعني بعضهم يركع بعضهم يسجد ولما يرفع التانيين يسجدوا. وذكر البخاري طرفا منه أنه صلى صلاة الخوف مع النبي صلى الله عليه وسلم في الغزوة السابعة غزوة ذات الرقاع. قال العلامة عبد الله البسام في هذا الحديث وهمان الأول أن البخاري لم يخرجه ولا شيئا منه, إن كنا نشرت الكتاب إن هو أتى بحديث المتفق عليه بين البخاري ومسلم, فهذا الحديث يقول من أفراد مسلم, فهذا الوهم الأول. وإنما أخرج عن جابر في غزوة ذات الرقاع وليس فيه صفة الصلاة, وصفة الصلاة ذات الرقاع مخالفة لهذه الكيفية, يبدو أنها صفة سابقة, فتبين أنه ليس طرفا منه, وإنما حمله على ذلك كونه في من حديث جابر في الجملة. الوهم الثاني قوله في الغزوة السابعة في ولفظ البخاري في غزوة السابعة, يعني في غزوة السنة السابعة, وقصد البخاري الاستشهاد به على أن ذات الرقاع بعد خيبر, لأن خيبر كانت في السنة السابعة, لكن جمهور أهل السيرة خالفوه وذكر قبل ذلك أنها كانت في السنة الخامسة, وبعضهم يقول ذات الرقاع هي تبوك في السنة التاسعة. قال ابن دقيق العيد هذه كيفية الصلاة إذا كان العدو في جهة القبلة فإنها تتأتى الحراسة مع كون الكل مع الإمام في الصلاة, وفيها التأخير عن الإمام لأجل العدو. والحديث يدل على أمور, أحدها أن الحراسة في السجود لا في الركوع, يعني الركوع ممكن أن يكون منتبه وركوع قريب من القيام, ولكن السجود هو الذي يعني لا يتمكن من الحراسة وهو ساجد. هذا هو المذهب المشهور, وحكي وجه عن بعض أصحاب الشافعية أنه يحرس في ركوع أيضا. والمذهب الأول أن الركوع لا يمنع من إدراك العدو بالبصر, فالحراسة ممكنة معه بخلاف السجود. الثاني المراد بالسجود الذي سجده النبي صلى الله عليه وسلم وسجد معه الصف الذي يليه هو السجدتان جميعا, أنه مش السجود يعني سجد واحد, لا بيسجد ويرفع ثم يسجد ثم يرفع, ولما يقوم الصف الثاني يسجد. الثاني الحديث يدل على أن الصف الذي يلي الإمام يسجد معه في الركعة الأولى ويحرص الصف الثاني فيها وداخل الصلاة لأن العدو في اتجاه القبلة. ونص الشافعي على خلافه أن الصف الأول يحرص في الركعة الأولى, فقال بعض أصحابه لعله ساء أو لم يبلغ الحديث, وجمع من العراقيين وافقوا الصحيح, ولم يذكر بعضهم سوى ما دل عليه الحديث كأبي إسحاق الشيرازي, وبعضهم قال بذلك بناء على المشهور عن الشافعي أن الحديث إذا صح يذهب إليه ويطرق قوله, فمذهب الحديث إن صح الحديث فهو مذهب. فأحيانا يصح الحديث بخلاف قول الشافعي, وأئمة الشافعية يقولون أن مذهب الشافعي الحديث, فيأخذون بالحديث ويقولون هذا مذهب الشافعي. الرابع الحديث يدل على أن الحراسة يتساوى فيها الطائفتان في الركعتين, فلو حرص الطائفة واحدة في الركعتين معا ففي صحة صلاتهم خلاف لأصحاب الشافعي. قال ابن ملقن ما ملخصه, روى مسلم من حديث جابر هذا أنه عليه الصلاة والسلام صلى بكل طائفة ركعتين, ورواه أبو داود من رواية أبي بكر أيضا, وبه قال الشافعي الحسن البصري, وادعى الطحوي أنه منسوخ, فقال هذا كان في أول الإسلام إذ كان يجوز أن تصلى الفريضة مرتين ثم نسخ ذلك, وهذه دعوة منه, أين الدليل على النسخ؟ ثم قال خاتمة من أنواع صلاة الخوف المسايفة, وهي إذا التحم القتال أو يشتد الخوف فيصلي كيف أمكن. طبعا فيش جماعة
ما فيش ركوع وسجود، يعني ممكن هو واقف يعني إيه يومئ للركوع والسجود راكبا وماشيا، وطبعا بيسقط اتجاه القبلة والقيام. لو كان راكب فرس بيجري وراء واحد أو واحد بيجري وراه، فهو على الفرس بيقرأ ويومئ للركوع والسجود راكبا وماشيا، ويعذر في ترك القبلة والأعمال الكثيرة للحاجة. وقول ابن عمر به أخذ مالك والثوري والأوزعي والشافعي وعامة العلماء، ويشهد له قوله تعالى فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، الرجل هو على قدميه. قال بعض العلماء بحسب ما يتمكن، وقال جماعة من الصحابة والسلف يصلي في الخوف ركعة يومئ بها إيماء، إن قول الخصر قد يكون إلى ركعة واحدة ويومئ إيماء. قال الضحاك فإن لم يقدر على ركعتين فركع على ركعتين فركع في خطأ مطبعي حيث كان وجهه، يعني يشرط اتجاه القبلة. قال إسحاق إن لم يقدر على ركعة إيماء صلى سجدة، فإن لم يقدر فتكبيرة. طبعا هذا على سبيل المبالغة، يعني أن الصلاة تكون تكبيرة أو حسب يعني ما. وقال أوزعي نحوه إذا تهيأ الفتح، بعضهم قال يؤخر الصلاة، يعني إذا تهيأ الفتح يؤخر الصلاة، لكن إن لم يقدر على ركعة ولا على سجدة لم يجزئه التكبيرة وأخرها حتى يأمنه، أنه يؤخر الصلاة. ويشهد لهذه المذاهب قوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، وقوله عليه الصلاة والسلام وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، ومأمور بالصلاة على صفة من قيام وركوع وسجود وتكبير وتلاوة، فإذا تعذر بعضها أتى بالباقي محافظة على امتثال الأمر، ومنع مكحول بعض أهل الشام من صلاة الخائف جملة إلى التمكن استدلالا بتأخير عليه الصلاة والسلام يوم الخندق. وعجيب لأن صلاة الخوف إنما شرعت بعد ذلك، وانفرد أبو حنيفة وأبو ليلى فقال لا يصلي الخائف إلا إلى القبلة، وعمت العلماء على خلافهم. يعني إذا كان في السفر بيسقط اتجاه القبلة بالنسبة للنافلة يعني. فانتهينا بذلك من كتاب الصلاة ونقف عند كتاب الجنائز. سائل يقول عندنا في أوروبا الناس يستعملون مناديل عند الاستنجاء والماء موجود، هل هذا يجوز أم لا؟ طبعا يجوز، يعني يجوز الاقتصار على الماء ويجوز الاقتصار على الحجارة، وطبعا المناديل بتقاس على الحجارة، يعني لأن اشترط في اللي هو الاستجمار بالجمرات أو بالحجارة، واشترط أن تكون يعني طاهرة، ما تكونش. النبي صلى الله عليه وسلم لما أتوا له بروثة حمار قال إنها ركس، إنها روثة حمار نجس، فاشترط أن تكون طاهرة وأن تنقي، يعني ما تكونش حتى تخزف مثلا ملساء لا تزيل النجاسة. فالمناديل الخشنة بتقوم مقام الحجارة، فيجوز الاقتصار على المناديل أو على الحجارة، ويجوز الاقتصار على الماء، ويجوز الجمع بين الحجارة والماء أو المناديل والماء، فيزال بالمناديل يعني جرم النجاسة، ويزال بالماء الأثر، لأن طبعا اللي بيستعمل الحجارة أو المناديل بتبقي يعني أثرا، يعني ما بتذهبش بكل النجاسة يعني، ولكن يبقى الأثر نجاسة في هذا المحل معفو عنه. هل يجوز أن نصلي قبيل المغرب تحية المسجد؟ طبعا هو وقت كراهة، يعني قبل المغرب بخليل وقت الأحمرار وقت كراهة، فالأفضل الإنسان ما يدخلش المسجد في هذا الوقت، وإذا وقف يظل واقفا. هل لحم الحصان يؤكل؟ نعم، هو الذي لا يؤكل، الذي لا يؤكل لحوم الحمر الأهلية أو الإنسية، اللي هي الحمر اللي في البيوت يعني اللي في عند الفلاحين، ولكن حمار الوحش والحمار المخطط يعني هذا هذا يؤكل أيضا، والحصان يؤكل والله أعلم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كتب على ابن آدم نصيبه من الزنا، فمدرك ذلك لا محالة، وذكر الحديث. فبيقول السلام باليد يعني حتى ولو على الأقارب من النساء الخالات والعمات،
طبعا يعني هذا لا يخص المحارم، يعني يعني العينان تزنيان وزناهما النظر، والأذنان تزنيان وزناهما الاستماع، استماع إلى الخنا وإلى الغناء والفواحش وما يثير الشهوات، واليدان تزنيان وزناهما البطش. فطبعا هو لا يصافح الأجنبية، يعني مش للحديث ده لأدلة أخرى يعني، ولكن طبعا يجوز له أن يصافح عمته وخالته لأنهما محرمتان يعني، والأخت والعم والابن وهكذا. هل من دليل أن الموت مرتين لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى؟ فالطائعون من أهل التوحيد لا يموتون يعني إلا موتة واحدة في الدنيا، فثم يبعثون ويدخلون الجنة يخلدون في الجنة. ولكن العصاة يعني كان ورد في صحيح مسلم حديث أبي سعيد الخدري يعني، أما أهل النار الذين هم أهلها فإنهم لا يموتون فيها ولا يحيون، اللي هم بتبدل جلودهم، ولكن أناس أصابتهم النار بذنوبهم فتمسهم النار فتميتهم إماتة، هم عصاة الموحدين، النار تحرقه يموتون موتة ثانية، ثم يخرجون برحمة أرحم الراحمين وبشفاعة الشافعين، تحملهم الملائكة ضبائر ضبائر يعني زي حزم الحضب، يصيروا حمما يعني فحما، وتلقيهم على نهر في الجنة يسمى نهر الحياة أو الحياة، فينبتون كما تنبت الحبة في حمير السيل زي حبية الفول اللي بتبقى القشرة سوداء، القشرة سوداء، ويخرج من داخل هذه القشرة السوداء نبت جديد، فأيضا من داخل هذه الجلود المحترقة السوداء تخرج يعني أجساد يعني جديدة، وتتكامل أحوالهم ويدخلون الجنة ويخلدون في الجنة. وذلك أبو بكر الصديق رضي الله عنه لما لحق النبي صلى الله عليه وسلم برفيق الأعلى قبله وقال والله لا يجمع الله عز وجل عليك الموتتين، أما الموتة الأولى فقد متها، لأن هو لأن العصاة الموحدين الذين يموتون موتة ثانية يعني في النار، فنسأل الله تعالى ألا نموت إلا موتة واحدة. أخ من السودان يبحث عن كتب الرقائق وعلم الحديث ومن أين أبدأ، أرجو التوضيح الكتب التي أستعين بها أولا فأول. نقول أن ما يبدأش بعلم الحديث، يبدأ بالرقائق وفقه العبادات، فقه الصلاة والصيام والحج والعمرة والطهارة والزكاة، ويبدأ بالعقيدة، لأن هذا أول واجب على المكلف معرفة الله عز وجل بالدليل، يبدأ يتعلم العقيدة وفقه العبادات بالإضافة للرقائق، كتب الرقائق، وأيضا يكون له ضابط من كتب الرقائق قلنا البحر الرائق أو مختصرات إحياء علوم الدين، تهذيب موعظة المؤمنين، مختصر من هجر القاصدين، كتب ابن القيم، جواب الكافي، الوابل الصيب، طريق الهجرتين، مدارج السالكين، يقرأ هذه الكتب يعني مع الكتب التي يعني فيها العلم الواجب، العقيدة وفقه العبادات. هل الذهاب إلى مكان النزهة والرحلة إلى هذه المنتزهات يسمى سفرا؟ وهل يأخذ أحكام السفر إذا كان في نفس البلد ما مكان بعيدا، لو في أبي قير في العجم، أو ما دامت يعني هذه البلاد يعني هذه الأماكن داخل نفس البلد عرفا لا يسمى هذا سفر، فليس عليه قصر، ولكن لو خرج خارج البلد وإن كان مسافة قصيرة فيمكن أن يقصر. وقلنا أن احنا راجح من حيث الدليل يعني ما ذهب إليه شيخ الإسلام تيمية أن السفر ملوش تعريف في الشرع، فما سمي في عرف الناس سفرا فهو سفر، بيروح كفر الدوار بنقول مسافر كفر الدوار، اللي بيروح العجمي مثلا ما بنقولش مسافر العجمي، يعني قد تكون مسافة أطول، مثلا واحد جاي من أبو قير للعجمي يمكن 40-50 كيلو، ولكن في نفس البلد لا يسمى هذا سفر، ولكن الخروج عن البلد وآخر مساكن البلد هذا هو السفر. هل للمؤذن أن يرد الأذان سرا أم يقول الأذان فقط؟ يعني يجوز له أن يقول يعني التشهد وحي الصلاة حي الفلاح، يقول سرا ثم يقول جهرا، هذه من سنن الأذان وليست واجبا. يعني إذا حضر الجماعة في التشهد الأخير هل الأفضل الدخول في الجماعة أم الانتظار حتى تفرغ وعمل جماعة؟ لا طبعا إدراك الجماعة،
ما أدركتم فصلوا. الإنسان لو أدرك حتى التشهد الأخير يصلي التشهد الأخير ثم يفطر، ولو أجر الجماعة إن شاء الله. حكم تشميت العطس، يعني هذه يعني سنة مؤكدة، لو واحد عطس ولم يشمته أحد من السامعين فيأثم الجميع، ولكن لو شمته واحد أو جماعة لو قال له يرحمك الله بيسقط الحرج عن الجميع، زي رد السلام صلاة الجنازة. دخلت المسجد فتوضأت، فليجوز لي أن أصلي سنة الوضوء وسنة تحية المسجد وسنة الأذان وسنة الظهر القبلية؟ مش هتخلص بقى، هتفوتك الصلاة. هو يصلي بس ركعتين مع جمع النية. رجل في الحقل ومعه ثلاثة نفر، فليجوز له أن يخطب ويصلي بهم الجمعة لأنهم لا يريدون أن يذهبوا للمسجد؟ يعني كلمة لا يريدون يعني كلمة مهمة، أنهم مش عايزين المسجد، ولكن نقول لو فيش مسجد يعني قريب، يعني هو مش هيقيموا جمعة، هم ثلاثة في الحقل، يعني إذا كان في نفس البلد فهم يذهبوا للمسجد، مسجد البلد. لو كانوا مسافرين ما فيش عليهم جمعة، لو كانوا ثلاثة مسافرين أو الغيط خارج يعتبر سفر، الغيط بتاعهم بعيد عن البيت، كانوا في بلد تانية ما فيش عليهم جمعة، لا يجمعون، مش واجب عليهم. ولكن لو جمعوا مع جمعة موجودة في قرية أخرى أو مدينة أخرى ما فيش بأس. زوجة تملك زكاة مال، فهل يجوز أن تعطي أبوها وأمها منها إذا كانوا فقراء؟ نقول الأصول والفروع ما يأخذوش من الزكاة الواجبة، فهي تعطيهم من الإيه كصدقة كبر الوالدين، ولكن يمكن أن تعطي زوجها، يمكن أن تعطي أخاها أو أختها، ولكن ما تعطيش أباها وأمها من الزكاة الواجبة، فمن الصدقات من الصلة. رجل عنده كلب في جراج ليس للحراسة، فهل ينقص من أجره كل يوم قراط؟ مدام خارج البيت يعني ما فيش حرج، الله أعلم. سأل يقول صلاة الخوف، ذكرتم في الكتاب أن صلاة الخوف لم تصلى قبل سنة 6 ونزلت بعسفان، والصلاة في ذات الرقاع سنة 5. احنا قلنا ان في خلاف يعني في هذه المواعيد، يعني نفس ذات الرقاع في آله يعني 5 وفي آله 7 وفي آله 9 زي ما ذكرنا، يعني فهو مختلف يعني في وقت نزولها. ما رأي فضيلتكم في من يستدل بصلاة الخوف على وجوب صلاة الجماعة على المسافر، لأن غالب غزوات النبي صلى الله عليه وسلم كانت في سفر؟ يعني هو الحكم العام لا يؤخذ من حديث بعينه، فأنا أقول إن مش واجب صلاة الجماعة على الإيه على المسافر، وكون النبي صلى الله عليه وسلم يعني فعلها في السفر فالفعل غير ناهض للوجوب، يعني الفعل يدل على الإباحة. ما حكم الإسبال؟ الإسبال هو النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أسفل كعبين في النار، وأقول الحكم، ولكن الدليل لا يحضرني الآن، إن لو قميص يعني فعلى الحرمة، أنه هو ينزل أسفل الكعبين، لو سروال بنطلون يعني فعلى الكراهة أن يكون أسفل الكعبين. نكتفي هذا القدر، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.